افتتح بولاية صلالة معرض المنتجات العمانية البحرينية الذي تنظمه سفارة مملكة البحرين بسلطنة عمان وجمعية الصداقة العمانية البحرينية. يشتمل المعرض على الذي يستمر إلى نهاية أغسطس الجاري على أركان عدة، من بينها ركن العطور والبخور وآخر للصناعات الحرفية، إلى جانب ركن الفنون التشكيلية التراثية وركن الأزياء التقليدية وركن منتجات العسل واللبان العماني.